تحياتي. بما يتعلق بالسؤال الأول، يعتبر الحوار بين الإدارة الذاتية لمناطق شمال شرق سوريا والنظام كتفاوض سياسي يتناول نقاش الشروط التي تطرحها الإدارة الذاتية لإدارة هذه المناطق في مقابل شروط الحكومة المركزية لإعادة الهيمنة على هذه المناطق. من هذا المنطلق تعتبر هذه الحوارات ذات أفق مسدود في ظل اعتماد دستور القديم، دستور عام 2012، كمرتكز للتفاوض، وذلك لغياب وجود مرتكزات دستورية تتيح إيجاد إدارات ذاتية وفق أسس اللامركزية في سوريا. لذلك نرى أن هذه الحوارات يعني تتكرر وتقف عند حدود فتح أو إغلاق معابر تتميز بدورها وفق التجاذبات والضغوط الإقليمية المرتبطة بها لدى كلا الطرفين. أعتقد أن هذه الحوارات ستبقى بهذه الأطر ولن تفضي إلى حلول مستدامة إلا بعد التوصل لدستور سوري حديث مؤسس للدولة السورية على أسس نظم الحوكمة الحديثة التي تتيح للإدارات الذاتية التواجد وفق إطار سوريا الموحدة وإطار التكامل الاقتصادي والتناغم الاجتماعي بين الأقاليم. أما بدون نتائج تضمن أن لا يكون هناك إعادة تدوير حالة الهيمنة والقمع والانتهاكات التي سادت في الحقبة الماضية، فلن يكون ممكناً التوصل لاتفاقات مع الإدارة الذاتية، وقد تفتح الخلافات المزيد من الأبواب من التدخلات الإقليمية والدولية، مما قد يؤدي لخسائر سورية كبيرة لجميع الأطراف وخسائر لا يمكن تعويضها. بما يتعلق بالدور الروسي، فتعتبر روسيا إحدى الدول ذات التأثير الهام في الملف السوري في السنوات العشر الماضية، دونا عن صلاتها السابقة بسوريا، كما أنها تعتبر إحدى الجهات الرئيسية التي أدارت الصراع على الأرض، وذلك بالتنسيق مع كافة أطراف المجتمع الدولي عبر ما عرف بمحادثات الستانة. من هذا المنطلق يعني اعتبرنا أن وصول جميع هذه الأطراف إلى التوافق على القرار الدولي 2254 يعد مؤشر هام لسعي جميع هذه الأطراف إلى إحلال الاستقرار في سوريا. لكن خلال السنوات الماضية منذ عام 2015 إلى اليوم، تبين أن هذا التوافق سيتطلب الوصول لتوافقات مكملة حول آلية تنفيذه، وعلى الأخص حول كيفية تطبيق المرحلة الانتقالية وتتالي الخطوات ضمنها وفق مسار واضح لا يؤدي للقفز للمجهول كما تتوجس الدول المنخرطة في الشأن السوري.